كيف الهمة عالية يا ابن ابو جازر عالية كيف الهمة عالية يا ابن لانها عائلة ابو جزر عائلة الشهداء والأسرى تدعوكم لحضور مهرجان شموخ وأصالة ثلاثة فوج أسران البواسل مهرجان تكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وذلك على أرض محافظة خان يونس جامعة فلسطين يوم الخميس الموافق 29/8 حضوركم شرفا لنا عائلة أبو جزر.